هذا اللي الناس تقوله اليوم. عطني اسم مسؤول في البلد حكم وسوج وانسجن. عطني اسم الان عطني اسم. ما في. اللي ينسجنون واللي تحاكمون موظفين اللي صار. اما تعطيني مسؤول انسجن وتحاكم محاكمه عدله؟ لا، هذول باقوا ملايين، هذول باقوا ملايين اللي نتكلم عنهم واللي الشباب يتكلمون عنهم، ما حد حاكمهم، ما حد سجنهم. واللي تاثروا من المتقاعدين مساكين اللي تاثروا، اللي الان رواتبهم على 200 300 دينار بسبه هذيله سراق المال العام اللي باقوا الملايين، ولليوم ما حد حاسبهم. يعني اخ محمد موسى مثل ما يقولون بقى يكحله وعماه، بكل امانه بقى يكحله وعماه. نعم، يعني هل نقاضي فقط شخص لانه مسؤول كبير نحكم عليه لانه مسؤول كبير فقط بغض النظر عن مخالفة عن مخالفة؟ رقم واحد، من يشكل القضايا؟ من يحكم في القضايا؟ النيابة العامة تشكل القضايا. فاذا هذا ما استفهام، المحاكم تنظف القضايا، القاضي بكل حرية واستقلالية يحكم في القضايا. اذا هذا ما استفهام، فالقضية يعني من يشكل القضية؟ من يحكم في القضية؟ من يحيل القضية للمحاكم؟ كأنه نشكل في قضائنا أنه غير نزيه. لا أريد صراحة تعقيب على تعقيب وفت مواضع، ولكن معالي الأخ رئيس الجلسة، يعني عندما أقول فقط الموظفين الصغار هم اللي يحاكمون، الكبار يحاكمون كذا، في من نوجه الاتهام؟ هل نوجه الاتهام لسلطاتنا القضائية؟